fight you. No, I want to kill you. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ شو الأخبار؟ عساكم بخير، عساكم طيبين. آخر ثلاث مباريات أو الحلقة الماضية فزنا مباراتين، فزنا على نابولي وبارما، وخسرنا آخر مباراة بظلم حقيقة. ما هو ظلم والله، ندقينا. هذه آخر مباراة قبل الانتقالات الشتوية، وقبل لا يفتح باب الانتقالات الشتوية. ما صح 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 صح، خنت مركز خبر وزعلان علينا المباراة الضافت. ترددت والله ترددت، بغيت أضمنها وضيعتها. حكم الهروب الأسطوري. أوكي صادري، تكفى لا تبعدي. بغيت أرفعها بسرعة عشان ما أبلش بزاوية الخط. ما مشت عليه. يا الله الله عليك. بغيت ارجع بس شفت الجيش اللي وراي. الله عليه الله عليه الله عليه القتالية. اضبطكم في القتالية، قسم بالله اني ادرس قتالية. الهروب الزاوية الخايسة حقتي، الزاوية الخايسة حقتي. شوت بلنتي. كيف ضيعتها؟ تكفى. لا مربع اكس، والله مربع اكس. حلو بس اللهم نسبة الأهداف والمقارنة بالشوتات. أوكي. أي الأفريج ماتش الماتش ريتينج ما يقل عن 9. يا ساتر، وعلى الأقل هدف واحد. ونسبة الأهداف والشوتات 21%، وعلى الأقل أسست واحد. مقدور عليه إن شاء الله. عندنا 4 مباريات نسويها. أوكي، هذول إذا فزنا عليهم نصير حنا العاشر. إذا فزنا عليهم بإذن الله نقدر نسوي بإذن الله. طبعا الحين دخلنا عام 2020 على قولتهم، أو المنتصف الثاني من السيزن. خرب بيته، نسوي ضغط عليه ورافع كذا. أجل لو تارك الحالة شو سوي؟ صدمني. شو تكفى؟ اوكي طالبها كالعاده، طبعا تعرف طالبها ما نعملها يا اخي. انا مالي حظ، المباريات اللي بستهبل فيها تمشي مع الكره مضبوط وانا اضيع اصير اهبل، والمباريات اللي بس بشوت ما في تقفيل. طولت على نفسي، بدي من اللي طلع الحارس، ما يطلع المفروض، معليش. ايوه يا ليل الزاوية الخايسة. اوكي صح اني طلبتها بس لا تناولها. ان شاء الله الشوط الثاني باذن الله فيه جول. تعادل، ما نبي تعادل، كنا خسارة. يس راضي. اوف انا شفته طالع، قلت بضمن له برفع لانها بتجي على رجل اليمين، قلت برفع له وجت رفعه خايسه والله. حلو 1-0. جميل
واحد اون جول مو اون جول مو مشكله رابع العاشر حلو اوكي صح المستوى الدنيا شوي بس مو مشكله حلو حلو العاشر نعمه كريم قلت نعمه كريم الله عليك حكم الحين يا اخوان الصمله 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 يا اخوان الله عليك يا حكم الله عليك يا حكم الله على الانصاف والعدل سايد مي في سايد والله اوكي اوكي شو اسوي نزل واحد دقه لوفي نزل دقه لوفي حلو حلو نجمتين مدري نجم الرجل اليمين حلو قضينا عليهم قضاي قضينا عليهم قضاي حلو حلوه سمبادوريا سمبادوريا طيب شو وضع سمبادوريا اوكي سمبادوريا بيهبط يعني ان شاء الله الجيم سهل ان شاء الله انه دائما اللي يدخل في العقليه هذه هو اللي يخسر لكن يعني ان شاء الله الجيم مو بتو ديفيكولتي حلو المباراه هذه اذا فزنا فيها وسمبادوريا مو سمبادوريا وفرنتينا تعادل او خسر استعادل يكفي نصير احنا التاسع تاسع ثابت يعني مو مؤقت لا تضرب لا تضرب لا تضرب الله الله على الخطف الله على الخطف يسمى انقضاض هذا قاعد انقض الله عليك حلوه كني رحت له هي 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 تاكو بسرعة قبل أتيني بتوزيشن أوكي الحين راجع دفاع واحتمال يعطيني مدرب باك بوزيشنينج وهذه حالة إيش تخلصها كذا يا متخلف والله مقفلين 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 الله عليك كالعادة 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 آخر مباراة كذا إلا تخرب آخر مباراة عوداتهم والله وإيه وإيه ما أدري ما أدري حكم يعني متى ودك تحاسب يعني متى ودك تحاسب ترى في الدوري الإنجليزي ما يسوون كذا خلاص من يحصل ضرب توقف اللعبة أخوي هنا مضرب هنا دوس الله يلعن بليس وهلا بليس وهلا والله بليس خبره يوي اللي قام ولحقني وطرحني المرة الأولى بعدين رجع وقام وطرحني مرة ثانية صراحة تبديل دقيقة 86 صراحة يعني شيء أسطوري خلاص بنفوز تبديل دقيقة 86 بنفوز الله يلعن بليس ليه وقفت يوبوي عطاني اياه فك سبرنت يوم أول ترى وقف اوكي سمبادوريا بيها يعني ان شاء الله الجيم سهل ان شاء الله انا لله وانا اليه راجعون يلا على الاقل الشوت اكيرسي 100% طلعنا بشيء من بعض لا والله فيرنتينا خسر اوكي كلنا خسرنا بس ساولو خسر كلنا خسرنا اوكي حلو مضبوط كلهم لعبوا الا احنا باقي لنا احنا واللي فوق ايه حلو
حلو حلو، لو فزنا المباراة الجاية هذه بنصير التاسع، لأن إحنا فرق الأهداف. لا هم ما لعبوا للحين، هم لعبوا للحين. فيرنتينا فاز، فيرنتينا المباراة هذه الجولة 19 فاز. لو أصل ستة نعمة، نعمة كريم. لو أصل ستة ما أتوقع يمديني. أو هنا شو اسمه يوفنتوس تصدر، بس إنتر باقي له ما لعب جولة 19. يعطيكم العافية شباب، نشوفكم في الجاي إن شاء الله. السلام عليكم.